اليوم اخبار وفاه البيجي قائد السبسي رئيس الجمهوريه التونسيه الله يرحمه وينعمه. حكايتي البيجي مات، ان شاء الله يكون مات كما بن علي يا ربي، ان شاء الله مات عشقا في تونس، ان شاء الله يكون بالحق مبعوث العنايه الالهيه وادى الامانه بامانه وسمع النصيحه نتاع البيده الزربه البيده ومات كما احنا متنا وذبنا وهيكل سليمان اتقطع من كل مكان وانا مهبطه دوسي في بالي باش نبردلها اليوم على الاتحاد وعلى جبت الاوراق الكل والوثائق الكل نقول لي يا زمان في لمتهم نعرفهم جمله ونعرف سيرتهم. حاسين يحيى بن علي مهندس الثوره المجيده ويحيى البجبوج محليك يا بجبوج محليك العينين الزرقاء رغم عمله وشكرا ساعة لي وزير رئيس الحمله الانتخابيه الاخيره بتاع سياده الرئيس الشرعي لتونس الحمراء مش تونس الخضراء اللي يتكلم على المكي وفيل اصحاب الفيل وبنت المكي مسيره بنت المكي وصراعها مع اصحاب الفيل التي ارسلت عليهم طيرا ابابيل هبط زعما جابت دوسيات باي كيفاش ساقيه تقصت من اجلها البلاد وكيفاش اسس الاتحاد العام التونسي للشغل مع فرحات حشيد وولد فرحات حشيد وقت اللي تعاملت في العروسي نعطيكم انا العروسي الشوفور نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل كي قتل مرته وقعد ولاد ويتيم شكون رباهم؟ لعل انتم جماعه الاتحاد ربيتوهم ولا واحد فيكم تحرك ولا اخواته الخمسه رجال ربوا هاك الايتام ولا اخواته الاخرين ولا الفاميليا كامله نتاع دريد انا من غادي رغم امهم الله يرحمهم قبل كانت معناها كانت رقي علي انا بنت الزيرويت والزيروسات فهمت؟ معناها كانت سامحني خليني نسالك انا خاطر انت سايبت لك الميكرو بديت تتكلم برشا. بعض ممن يسمون انفسهم مثقفين في تونس يصيبهم الهذاء يصيبهم قله الاحساس، انا نحكي لك على رئيس جمهوريه متوفي وانت بديت معناتها تمجد في بن علي وبديت خرجت على النص انسان وقت اللي نسمعوا به توفى نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، هكذا تربينا هكذا هو الاسلام لله. ماني كي سمعت انا كي سمعت المره الاولى حسن بن عثمان قال بن علي مات قومت هاه شومي هاه قال لي بن علي مات هاه شومي كيفاش يموت؟ ومن بعد فهمت انه مات عشقا كي جاك تبغى دي اي لاف يو تونس صار هو يموت علينا كما احنا نموتوا عليه يا ابو رب. فتو البيجي قايد سبسي اول ما خرج تذكروا مليح كي خرج عند الورتاني ماني ورتانيه انا من الزيرويت من وراء البلايك هاك اللي كانوا يحقروا فينا الناس بكري والزيروسات من جماعه القاصرين هيك الناس القادرين نقلبوها وهابطه اليوم زعما قلت تالا حرام بالحرام تي نقلبها وهاني ماشي هكا باريز عاملين من بابل حتى باريز للسيد هذا هو ها هو لو شون دي سور لما تحرق سمر طلامه شوف شكون مقدمه اسامه خليل شوف بجاه ربي حطها القصيده اسامه خليل القصيده هذه 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 بيدها ليلى المكي هي قصيده سمحني. الثوره بعد الثوره في باريس يا مدام ليلى وتوا انا تو انت واحد كي قدم لك كتابك بشوي يا مدام ليلى بشوي باش خليني نسالك لا خليني لا لا انا من نقود الحوار ولست انت سامحني ليلى 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 الحداد ليلى الحداد كاتبه لكنها تفقد عقلها دائما واحد يحكي معاك في موضوع تهرب به الموضوع ثاني واحد يسالك على موت ديما ترجعين الى بن علي نحكي معاك حكايه تحكي لي على تقديم كتاب راهو الكاتب هو من يقود شعبا بثقافته انا بكلامه الباهي انا الشعب أنا الشعب فماش يقود شعب أي فئة من الشعب أنا الشعب الكل من كتب بلهجة الشعب من جعل من لهجة الشعب لغة ومشيت وقتها مشيت لفرنسا بن علي هنا الخصوصية الثقافية ويعملوا الجبة ويعملوا كذا وهم يردوا لقيتهم في دار السفير المصري اللي مسؤول توا على حقوق الإنسان وكل في العالم سي مخلص قطب اسألوه كان مخلصا للقطب فهمت وقت كانوا التوانسه هنا يدمروا فيا رغم اللي بارك الله فيهم صحفيين الله ينورهم الصحفيين كانوا ديما كذا يكتبوا ذاك علاش دينهم في رقبتي ما نجمش ما نعرفش عليهم شبيهم رقدوا بعد الثوره لا بدين للبومه من غادي فهمت اما قبل الثوره لولا دعم الصحافه وذاك علاش انا زاد كنت رجاله في كتابي الاخير ها وكشوفوا سميره القلي كتبت لها ارتيكل كامل حطيته لها هذه اول ارتيكل تكتب يمجد في ليلى مكي انا ما ننساش خير الناس يا حبيبي اذا ما تقدر تردوا عدوا انا من الناس العداده
والرداده، انا راني رداده المكر يا عداده يا عداده. سامحني مثال شعب، انت ذكرتي البومه، البومه تطل براسها وهي نذير شؤم. هذه الرابعه راني العقاب الاسود، انا بومه وش يا حبيبي؟ انا العقاب الاسود راه سموني دايره ولاد سيدي تليل. تعرف تليل توا جاي من التران، راجل يتكلم معايا بالحكمه وكذا وكذا وعنده عكاز. خذيت العكاز قلت له تسمع انا العقاب، قول لي عكاز، قلت له ما تخافش. عملت هكا قلبت العكاز، شنو هو الحرف هذاك؟ قال لي ال، قلت له ملاريض، وكتلتوشه صغيره كي تقلبوا هكا شو يولي؟ يولي لا ليتخ تي، تفرج في كذا الصليب هذاك، الصليب تي فوق منه ال قايله هكا وال قايله هكا، ال لوي هو وهي زينه وفازت بالزين والزينه حنت قدمها، زينه وزينها لحنين نجمه في المحفوظ رسمها، نجمه بوسته خاتمها، ميكيوفيل تحارب فيه، بطل مرفات سفيره مليكي يجري هو ومرته كذا وكذا، وبالحرام كان ما شفعش فيكم سفيره مليكي، راني قلت لها ساق نجعك ساق وخشوا اللي فيه فيه. اليوم هبط زعما باش نوري الاتحاد، نوريهم ولد العروسي ولاد العروسي ليتام الزوز، كي ماتت امهم رغم امهم كانت حقاره، حقرتني قبل وكذا خاطرها رقي وبلديه وكذا، كي ماتت وما لقيت حتى حتى واحد من الفاميلي ما هز ولادها الزوز، أنا هزيتهم، أنا كفلتهم في داري مع أولادي رغم الفقرية. سمحني. فأنا كنت من يقود البلاد، من يقود البلاد يا ليلى المكي، يا كاتبة يا مثقفة، يا من تسمين نفسك مدافع على الحقوق والحريات، وقت يسمع بموت ساعة يأخذها كما هي، وقت يسمع برئيس قاد البلاد ومرحلة كاملة معتها وتقول الله يرحمه في كلمة معتها، اللي هذية من الحاجات اللي تربينا عليها في بلادنا. اما انت تتحدثين عن البوم وقلت لك راي نذيره وشؤم، وتتحدثين على اشياء معناتها تعود عليك بالوابل، والناس الكل كي تسمعك تو تسبك وتقول احيانا كلام وربما باش يجرحك برشا. برسمك تخي انا ازيد من الحلاج كي قال تحت صباتي وكذا تحت الجبه، وانا زاد كيف كيف نعاود تحت صباتي تحت البنوار. يا اخي هما جاوا كي صاح لهم المرزوق يا جهيل يا جهيل، يا اخي يلعب يا جهيل، هي نقعد انا يا جهيل يا جهيل، يخلي يا جهيل شعب تونسي جاهل، حاشا الشعب يا ولدي، انا شعب اعمل معايا دور الشعب، اسمع كلام الشعب، ما سمعتوش كلام الشعب؟ شعب تونسي شعب الله المختار يا حبيبي، ناس زويله وناس تعرف عندها كمباسه كذا، وناس محبه وناس تحب الحياه وناس تستاهل الحياه، وخاصه الشباب التونسي. تكلم في النخبه، انا نكبتنا في نخبتنا وليد عام، هاك الكعبتين وكعبه اللي تراقصوا. إيه انت هاو انت فما شكون يسميك جزء من النكبه نتاع الشعب هذا؟ بلاد ضحات باولادها وضحات بشبابها وعملوا الثوره وحست بالتقدم، وتجيني انت لا تمجدين الا بن علي، لا تدافعين الا عن المخلوع، ولا تتحدثين الا على ايامه الزاهيه في الوقت معناتها اللي احنا حبينا نتقدموا شباب وحبينا نمشيوا لقدام بالبلاد هذيا، وانت كالمراه اللي سامحني معناتها ربطينها بحبل ولا تعود الا بالتوالي، وما نحبش نكمل لك الباقي بما انك تتحدثين على النجعه، النجعه اللي يمشي لقدام ما يرجعش بالتوالي. نمشي قدام ونرجع بتوالي، انا بن علي جيتو من تالي في وقت اللي كنت، وقت اللي كنتوا ما تتكلموش كانت الكلمه فيل في عاد، كنتوا تتكلموا في عاد بن علي الوحيده. نوريك اش كتبت تو مخك يحبس ولدي، بارك الله فيه. ها وكتبتي ايه شومي كتابي احمر اكحل خاطرني من الكيف، ها وينو حتى الاوراق كحل، ها هاوك احمر اكحل 2003 لعالة تسخايلو هنا 2003 وقت اللي كانت الرجله فين، وراهم وليد عمي 2003 تعرفش نكتب اقرا كتبت على الثوره هذه. بابوش 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 زاحف عليكم غير ما تنسوش، بابوش 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 زاحف عليكم غير ما تنسوش، بابوش وراعي في المقابر كل من يمسها غابر، يا بنادم لا تكون مكابر اسعى وسد وثابر، لا تقعد في عرسهم بكوش، ببوش 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 ماهوش بومصة في الحلق ثابت في مثيل الغصة، في القدس نابت في النجف والأقصى وشارون حالف فيه ما تصلوش، ببوش وصلتكم قرون، هاي قرون الببوش، الانترنت قرون الببوش 2003
ببوش وسكنتكم قرونا، في كل بيت ودار ليها عيونا، ما يحبساش سلاح لا مقرونا، لا ينوضة بارود لا كرتوش، ببوش يا مناصر الببوش. السرفاقة يحيى يحيى تزب بلاده، تعرف السرفاقة شكون انت بشوية؟ فتش على ضميرك شوف تلقاهوش، ببوش يا عرب ببوش، رانا في مراعيهم هوش، إذا فهمتوا الدرس ليش ما تفيقوش؟ باب 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 بوش. هنا قلت أن بوش هو المسيح الدجال وسينتهي بضربة حذاء، قلت هذا في العراق وانتهى بضربة حذاء. استنى يا أخي حاجة نكملها، وقت يكمل وانتهى بضربة حذاء في العراق وبلاد الشام الكل كتبوا شاعرة تونسية تتنبأ بضربة الحذاء لبوش، وهنا ريك دين ناري ناري عليهم بخوة. تعرف خليني نفسر لك حاجة ليلى، ليلى الحداد احلام مستغانمه تقدم فيها الناس الكبارات راه شويه. ليلى انت قلت لي المراه السرفاقه، تعرف المراه السرفاقه شكوني ولا في المثل الشعبي اللي تعطي سرفاق كيف الناس جيتو؟ المراه السرفاقه اللي بلا عقل. او شوف 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 انا عندي عقل، شنو ندبي العقل كيفكم عندي عقل؟ لطف عليا من العقل، عقل الدابه اي ربتها، العقل الذي يعقلني ويربطني ما حشيش نحيت وقطعت وطرت، انا بعقلي اللطف عليا من العقل. داير كيقولوا لي مجنونه في بالهم يسبوا فيا، نبدا نلحلح بربي، مو ديما نبدا نمشي انا وربي نبدا نحكي معاه، ما انا ربي عاد، نقول يا ربي اما ديما يقولوا مجنونه، حتى مشني مجنونه ما نزرفها عاد سيب سال عاد احسبني مجنونه. ما ربي قال وما صاحبكم بشاعر وما هو بمجنون، هكا ولا لا؟ ومش قالوا الجنون مرفوع عليه القلم؟ معناه نسكر. قال سيدي عبد السلام الاسمر انا شيخي شيخ مجذوب ويسكن درجات عليا، يسكر وياكل فواكه. تعرف معناتها يسكر وياكل فواكه؟ انا معناها يسكر ويزنى لا حساب لا نار حيه. هذا سيدي عبد السلام الاسمر راه مش نينا نكفر برا حاسب سيدي عبد السلام. توا منكم سيدي عبد السلام كيما المرة اللي فاتت جيت نقول لهم في سيدي بن عروس عاملين حلقة سيدي بن عروس وسيدي بن عروس، قلت لهم راهو سيدي بن عروس قال لها زعتون بداو الكل استغفر الله يا ولادي، راهو هو قال سيدي بن عروس مش نينا، راني انا نعاود في كلامه جو نو في كو ترانسميتر سو كي لي ان تران دو دير. الحداد يا كاتبة تتحولين إلى مرأة بلا عقل أحيانا، والكلام نتاعك سافر، سامحني الكلام نتاعك سافر وما تعرفش تحكم في لسانك. احيانا احنا في شعب رانا عربي مسلم ناس معتها، يلزمنا نحترموا الناس اللي تسمع فينا ويلزمنا نقدروا العباد اللي تقدرنا باش هكا نكونوا مثقفين بالحق ونأديوا الرساله نتاعنا كما يجب. سافر يا حبيبي ورجع ما تطول بلا الغيبة، والدار بعدك عدلم الله أعطاك الهيبة يابا، الله أعطاك الهيبة. أهلي وربعي ولاد سيدي تليل الشرفة، أهلي وربعي يا حبيبي على حبك عادوني، أهلي وربعي يا حبيبي على حبك عادوني، لو يزقوني بالحنظل عنك ما يبعدوني والله عنك. ليلى الحداد، ليلى الحداد سامحني، ليلى الحداد كاتبة تونسية برتبة مجنونة، كاتبة تونسية برتبة امرأة بلا عقل، هذا الكلام اللي يتقال عليك راه توا. أنا مجنونة؟ أنا نونة طبعاً، أنا نونة تربي، عمرك ريت نونة بعقلها؟ نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بها في القرآن العظيم، نون. تعرف النون هو كسمك القرش كالحوت، قال لك وحش الشاشه، وحش وحش اللي عمي جايب لي واحد وحش، وحش اللي جي لبن علي يقول له في عشويه حطيت الزينه على ركبيه نلقى الله يرحم داديه وما قتلنيش وما قطعنيش تروف تروف، اللي جي لبن علي مدي الكتاب لطفله وتكتب له دنيا كلبه قهر وغلبه واحنا فيها اوف، لا تتكلم لا تتألم بالك تسلم ولا تاخذ كف، دنيا تمشي بالمعكوس لذناب اللي تولي روس، عليك تعفس وعليك تدوس تتسرب في نثيل السوس، وانت على عروقك تعزف دنيا تصفق للحاسه للي يدوروا في اللحياصه، وفي كل محفل يلقوا بلاصه واللي فيهم تخت راسه، يضرب لك جده بالكف يضرب جده ويوتيه ينسى ناسه وماليه يعض الليد اللي تغديه، واذا تحب تلوم عليه يقول لك تطور يا دغف، يقول لك تطور يا دقاو دنيا تتغير كل جو. يا اخي ما فهمتش لتو اللي في عينيه الضوء وقفله لعمه في الصف، يا ليلى اللي في عينيه دمعه باقي شد لي انا حداد حداد، راني نا مكي صحيح انا داود
وشعف يدي ودلام الزلت العاود. في بالك انت امرأة بعقلها تسير على رأسها توا؟ انا ما عنديش عقل، انا امرأة بقلبي. ليه؟ ارى بقلبي، امرأة بعقلها وفكر تسير بقلبي على رأسها. اعشق بقلبي و اضرب بيدي. تعرف الحرمبة؟ ها؟ تعرف الحرمبة؟ ايه وعلى الحرمبة وعلى الغالي طوال الغربة. معناتها انت حرباء تتقلبين حسب الالوان. ايه بالطبيعة هنا الحمراء. انا ام بويا، انا ام فاطمة الزهراء ام ابيها. احسن ما نختم بيها، احسن كلمة نختم بيها جمع ديكلاغ، هاني نعري روحي. انا فاطمة الزهراء ام ابيها، زوجة علي ابن ابي طالب. هل لك ان ترحلين ولا تلتفتين الى الوراء؟ طبعا طبعا، اذا ما استرجلتوش تو 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 تو، اذا مشيت لفرنسا، خاطر فرنسا تو باش تحتفل بيا، عامله من بابل. فرنسا تحتفل بالمجانين. مجانين عامله. ما نبدينا شوف، رانا بديناها لكم في فرنسا. شومي، رانا بديناها لو شون دي سور. مهتدي مصطفى، قلت مهتدي. تعرف الفرنسيسي يوظف، والمستعمر يوظف في المجانين في بلاد معناتها بيحب ترد عليهم. اسامه خليل مدير لاسكريب لارماتون في باريس، نندب عليكم من دور للحيه. هذا شوفوا مع شكون تعاملوا، سيلفي فارتون يتعامل مع المجانين اللي يحب يزرعهم في البلدان اللي محتله فكريا. كيف هذه سيت اون بروميير اكسبيريونس دون لو موند كو لا لونغ سوا تخادويت ان ديالكت. وانا كي عملت هكا قلت له راني انا نحب نعمل معمل فيون. يا اخي في فرنسا عندهم رجال وتونس ما عندناش، راني رجيله ورانا تونس الكلنا رجاجيل. فيون رجع اللهجه. تونس فيها رجال اما عندهم شويه مجانين مثلك. يا ربي كثر المجانين، الله ينزع منكم العقول الكل، شباب الكل مصلي على النبي عليهم، شباب كل كيفي بلاش عقل، ربي يعليهم، أما أنتم جماعة العقول، استنوا جاكم الحجاج بن يوسف، تاو تشوفوا العقل كيفاش، الطهارة كيف تكون، أنت ماك بتاع الحجاج بن يوسف برا ربي يجبر لك. تاع القروان يا سحتوت، تقول له جاتك عزوز السستوت.